السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كلكم. النهاردة هنعمل لكم القرص، وانا اسفة ان انا ما بردش عليكم في ساعتها، لان انتوا عارفين بقى زنقة العيد. كل سنة وانتوا طيبين يا رب، يعود عليكم بخير. النهاردة هنعمل المنين او القرص، او اللي هي العجوة زي ما بتسموها بقى، او القراقيش زي ما بتسموها. في عاملة منها بالعجوة وعاملة منها السادة، بنخبزها في البيت برضو في الفرنة بتاعتنا، فرنة الغاز. بتطلع بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي، تطلع كده اهي. دي ام بلح احنا لسه خبزنا على فكرة اهي، ودي السادة زي ما انتوا شايفين. القعر بيصفر بتاعها، الظهر بترجعي تديها الوش على الشواية. انت بتظبطي الدرجة على 180، لقيتيها احمرت معاكي على 180، بتبتدي خلاص ما تولعيش الشواية، على حسب الفرن. لو ما احمرتش بتولعي الشواية وتطفي من تحت، بتديك النتيجة الجميلة دي اللي انتوا شايفينها، وطريقتها جميلة. والتوابل اللي هي الشمر واليانسون بتديهم تشويحة على النار في طاسة من عندك، من غير زيت ومن غير سمنة، يدوبك بتسخني الطاسة بتحطي فيها وتقلبيهم، وبعدين بتطحنيهم في المطحنة وتحطيهم زي ما هوريهم لك الوقت، وتحطيهم وهتطلع ناعمه جميله معاكوا كده بالطريقه ديت، ومقرمشه وجميله. احنا لسه عاملينها طبعا، دي مش الكيلو بس، ده الكيلو بيرمى اكتر من كده، لسه في الفرن احنا بنخبز. ونخش على المقادير. ومعانا مقادير القرص. بديكوا المقادير على اساس كيلو. معانا كيلو دقيق، معانا معلقتين سمسم كبار، معانا معلقة صغيرة شمر، معلقة صغيرة ينسون، معلقة صغيرة كمون، معلقة صغيرة ريحة الكحك. بتحطيها دي بتخلي الكحك جميل، التوابل دي بتخلي القرص طعمها جميل. ومعانا عجوة طبعا اللي هنحشي بيها. ومعانا كيلو القرص بياخد ربع كيلو سمنة على كوباية زيت، المقص اللي هو بتاع الشاي بياخد زيت. ومعانا معلقتين خميرة فورية، عليهم معلقتين سكر، بنخمرهم لوحديهم. هنحط المقادير، هتحطي كل حاجة كده عليها ونقلبها مع بعض كده، وطبعا عليه رشة ملح. والسمنة اهي معانا مسخنينها على النار، بسم الله الرحمن الرحيم. بتحطيها كده السمنة، بتحطي عليها النص الكيلو، بياخد ربع كيلو سمنة عليه المج بتاع الشاي زيت، بيكونوا سخنين مش مقدوحين، سخنين بس بتسخنهم بس. بسم الله الرحمن الرحيم. بتبسيهم بقى زي الكحك بالظبط، بتبسيهم لغاية السمنة ما تخش في الدقيق كده، تبسي كده. هنا بتحطي معلقة خميرة على معلقة سكر بعد ما تفور بالطريقة دي، على كوباية الا ربع مية، على كوباية الا ربع مية، وعلى حسب الدقيق، في دقيق بيشرب ودقيق ما بيشربش، فعلى حسب الدقيق اللي معاكي بتحطي المية. بعد ما بتبس السمنة بالدقيق بالطريقة ديت، بنبتدي ننزل عليها بالخميرة ونشوف هنحتاج مية ولا لأ. بيها وتروحي صب حبة حبة كده، تحطي حبة حبة وتشوفي العجينة هتلم معاكي ولا لا. بنلم كده حبايبي المية بالخميرة بالعجينة لغاية ما توصل للمرحلة دي كده، اهي زي ما انت شايفاها تبقى العجينة كده اهي. بنغطيها بقى ترتاح ربع ساعة، ولما نيجي نشكل هنقول لكم.
وتمسكي حتة العجينة كده تلميها زي البقجة كده بإيدك وتدوري كده عشان تبقى هشة من جوه كده، تفضلي تعمليها كده ما بين بطن الإيد كده، تعمليها كده بين البطن والبطن كده أهي، تفضلي تكوري كده على أساس تبقى زي الكرة كده، تبقى هشة من جوه، وتبططيها كده. تحطي العجوة بالطريقة دي اهي، وتروحي قافلة عليها كده زي الشندوتش كده، وتبططي تاني عشان ما تطلعش عالية زي ما انت شايفانا كده عاملين اهو، تفضلي تبططيها كده وتروحي ايه عاملة العجينة كده بسكينة بأي حاجة عندك، اهي تشيلي الزيادة بتتعمل تاني، بتطلع بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي اهو، هي بتبتدي تخمر اهي، وعبال ما عملنا بتخمر، بس انتي بتسيبيها تخمر، لو عملتي بسرعة المفروض بتخمر، بعد ما بتخلصيها بتخمر نص ساعة، ساعة الا ربع، وبعد كده بتخبزيها على 180 في الرف اللي في النص، الرف اللي في الوسط، وتتابعيها تبصيها كده اهي الحجم بقى اللي انتي تحبيه اهي، بتبقى بالطريقة دي العجوة بتبقى فيها كده اهو. العجوة كده وهنخبزه يا حبايبي ونرجع لكم تاني.